السلام عليكم قلبي، شوفوا ما شاء الله جبتكم عند السيمورات في ايبونس. غادي نشرح لكم المواد الطبيعيه باختصاص ديالهم. هو المواد الطبيعيه اللي كيحافظوا على الرجلين، زعما مواد زوينين، وحتى انا غادي ناخذ منهم بزاف نتاع الحوايج. وغادي نخليكم مع السي مراد. مرحبا بك لاله سيهان. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا شكرا. جيتي نتوما في السبعه ديالك، مرحبا بكم. هنا عندنا مجموعه خاصه للعنايه بصحه القدمين اللي فيها املاح، اللي فيهم واحد الرائحة طيبة، اللي فيهم بيكربونات والجليسيرين ومواد أخرى لا داعي ذكرها، اللي كترطب الرجل، وفيها الحجرة الوحيدة اللي في المغرب اللي احنا عندنا، اللي مشتقين من اسم التعاونية اي بونس لا بيير بونس، إلا رديتي ليها البالها مسدودة. فعلا كاين واحد الحجرات كنديهم كيتفتشوا. لا هذه مسدودة، ما كتخش لها الماء، ما كتريحش، ما كتغميش وما كتفتتش. كاينين الناس اللي عندهم هاد الحجرة أكثر من 5 سنين، أكثر من 6 سنين. التعاونية مشات عندنا يلاه بدات 2018 حنا خدامين، والحجره راه بانين فيها في 2014. حنا كنبغيو ديك الحاجه اللي نديوها وكتدوم معانا، يعني كنقولوا الكاليتي. دابا انا حطيتها وما كملتش حتى المميزات اللي فيها. واو. لانها كثار، هذه الواجهه فيها الكبريت والحجر البركاني، وهذه فيها الكواكب. واو. وهي فابريكي. المهم ما شاء الله عنده بزاف نتاع الحوايج تجيو برجليكم وتكتشفوا. هنا عندنا امور طيب خطير اللي فيه الكوك، الشمع تاع النحل، زبده الشيه والنعناع، واحد الكميه صغيره اللي بحال هكا. هذه دابا انا خدام فيها 3 ايام كنخدمها بحال هكا بالراس ساعات. هذه الكميه راه كافيه، يعني غير شويه كافيه كافيه اللي يدين، واللي بغات الرجيل كدوبل الكميه تطلق لها الرجيل هنا اللي يخود والركاب. يعني شحال ما نهضروا على هاد البرودوي ما غاديش نوفيهم الحق ديالهم، لان كل برودوي وعنده المميزات ديالو، وعنده ثاني واحد العرض واعر هنا كماله. قبل ما نوصلوا لك العرض، هما راعت لي برودوي اللي فيه القماش، الى رديتي البال في واحد الحبيبات، هاد الحبيبات اللي فيه رمله، ولا رديتي ليه البال انني ما حليتوش، زديتو بحال هكا ما كيخسرش، بين قوسين ماشي ما كيخسرش 100%، ولكن خصو واحد المده طويله باش يتاكسد. واه. من بعد هاد الاربعه المنتوجات اللي قلت لك كنبيعهم للكليان بحال باك. في املاح، حجره، مرطب، وقماش، كتستافد منهم السيده او حدا السيد، يعني كيصلح النساء والرجال، يعني كلشي تهلاو في راسها، يديتها ورجيلاتها وليكوت وليجونو ديالها. الثمن ديالو رائع، تنافسي، 100 درهم. يعني ما شاء الله ما شاء الله، داك الشيء زوين وواعر. مرحبا بكم عند السي مراد، مرحبا بكم. الكماله تاع لاكام تاع الرجلين هو الثنائي الخطير اللي هذا خاص بالاظافر، لي شامبينيون ميكروف، الناس اللي كيلصقوا الضفار وداك الشيء كيحيدوهم في الضرر. هذا كيخرجوا الضفار على الرجلين، هذا كيتقوى منه الضفار وكيحيد منه لي شامبينيون لي باكتيريا والميكروف. وهذا بالنسبه للوليدات اللي عندهم الرائحه السبرديله، اللي كيلبسوا السبرديله وكتريح لهم رجلاتهم، وخصوصا داخل نحن على ديال الوقت ديال المشتى، يعني الناس غادي تبقى تلبس السبنديرات، هذا هو اللي ينفع لوليداتهم ولرجالهم. هذا فيه واحد جوج مكونات اللي رائعه، في شجره الشاي اللي كتحارب الطفيليات والميكروبات اللي كتحيد الروائح، وفي ريحه النعناع اللي كتعالج الريحه في البلاصه، كتعطيك رائحه نقيه من الديبار وكتحارب هذاك الشيء. وديما كنقول لكم اي حاجه كتكون طبيعيه يعني كتكون الفائده ديالها واعره. نزيد واحد الكلمه، حاجه طبيعيه من عند اهل الاختصاص. واه. ماشي اي طبيعيه وصافي. واه. طبيعيه من عند اهل الاختصاص اللي غادي يعرفوا اش غادي يعطيو. من بعد عندنا لاكام الثانيه اللي متخصصه في الحمام، عندنا كيوسه تاع الحمام من النوع الرفيع. فيهم جوده. جوده عاليه، كيحكوا ولا رديتي لهم البال مكتوبه فيهم البشره الحساسه، كيحكوا كيخرجوا الوسخ بلا ما يخلوا لك لاثار وداك النقود. واه. وعندنا تشكيله تاع الصابون. عندنا هنايا تشكيله وانواع تاع الصابون البلدي اللي كيبدا باليازير اللي كيحارب هذوك حب الشباب وحب العرق اللي كيكون في الذات تاع السيده او السيد. الخزامه اللي ديتوكس، الحامض الناس اللي عندهم بشره دهنيه، جانجومبر الناس اللي كيحاربوا ترهلات اونتي اج، كاليبتوس اللي كيسخن، القرنفل رولاكسو، والنعناع انتعاش. عنده حتى ديال النيله. النيله للتبييض، و ارقان للترطيب، والنيله للتبييض، العكرفاسي للتبييض. واو، يعني عنده واحد الحوايج اللي واعرين. نتمنى انكم تجيو تزوروا المعرض تاع اسواق السلام اللي في وجده، وتجيو عند السي مراد.